يعني كنا رايحين على اساس مباراتين، مجهود حربي للجيش المصري عشان يعني دي اول نادي يسافر خارج مصر النادي الاهلي في الوقت ده. فكابتن صالح اولا يعني الكاريزما بتاعته او الشخصيه بتاعته دي كان فيها احترام اكتر من حكايه خوف او بدون ما يتنرفز او وعمره ما تنرفز على حد. وبالمناسبه الكلام اللي بيتقال على انه ضرب الكابتن ميمي عبد الحميد في في مباراه بالقلم وقال اطلع بره، كلام ده عالي جدا من الصحه يعني. وكان بيحب الكابتن ميمي عبد الحميد لدرجه هو بعد سفري انا بعد 67 خلاه مدرب للفريق قبل ما الدوري يبدا يعني. وكان علاقته بيه قويه جدا. اولا يعني كنا بنقعد في جنينه النادي الاهلي يعني بعد قبل التمرين او بعد التمرين، تلاقي حضرتك يعني الكابتن صالح دايما مبتسم وما بيتكلمش كتير يعني يحب يسمع. بس هي الحاجه الوحيده اللي فيه لو اي شخص مهما كانت منزلته او هو ايه يعني ويغلط في النادي الاهلي يبقى يومه مش فايد بقى الصراحه من الكابتن صالح يعني.